لأسباب كثيرة تضق قلوب اللبنانيين ولأسباب أكثر تتوقف. قلب فادي متى مهدد بالتوقف في أي لحظة. الشاب البالغ من العمر 3.5 عقود يعاني قصورا في قلبه. اشتغل 18% عند كل إنسان طبيعي بيشتغل بين 70 و80% تقريبا. أنا وصلت معي 18%. هذا شيء وقف لي حياتي نهائيا. وقفني عن الشغل، وقفني عن ممارسة حياتي الطبيعية. هي أبسط الأمور، إذا بدي أطلع درج، إذا بدي أشتغل، إذا بدي ألعب بنتي مثل كل باي بلعب بنته، ما في أحملها كتير. ذلك الجسد القوي يقبئ في داخله قلبا ضعيفا كاد أن يتوقف كليا 7 مرات. تعرضت لفيروس عادية، أهملته ما علاجتها. كيف كانك بسقر الجريب بسقط على الرواية أو على الإجرين أو على الكتاف، سقط مباشرة على عضلة القلب. قلب فادي كان مفعما بحب الحياة قبل المرض، الآن هو مفعم بالإيمان والرجاء، رجاء الحصول على قلب سليم من أحد الواهبين. صار لي أكثر من 2.5 سنة بانتظار عملية زرع من لبنان، وبتمنى أنه تصير قبل ما أفوت حياتي وقبل ما أرحل عن بنتي وعن عائلتي. هذه أمنيتي. نافذة فادي على الحياة باتت موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. معه زرنا طبيبه إلي شماس في أحد مستشفيات بيروت. الأخير هو رئيس الجمعية اللبنانية لأطباء القلب في لبنان. عندنا عدة إحصاءات بالجمعية اللبنانية لأطباء القلب. عملنا إحصاءات تقريبا على 66,000 مريض بلبنان. لاحظنا أنه نسبة النشاف بالشرايين كتير مرتفعة، تقريبا 10% من الشعب اللبناني بعد العمر 70 سنة عنده كسور في عضلات القلب. معناتها مرض منه نادر، مرض كتير موجود. أطلقت الجمعية في شهر أيار الماضي حملة وطنية لتوعية اللبنانيين حول مرض قصور القلب. الجمعية الأوروبية بالقلب طلبت أنه ينعمل بكل أوروبا بكل دول الحوض المتوسط ينعمل حملة ضد مرض قصور القلب. نحن كجمعية لبنانية نحن عضو بالجمعية الأوروبية للأطباء لأمراض القلب. وقت اتصلوا فينا نحن قلنا أوكي نحن مستعدين نمشي معكم، وعملنا حملة وطنية. ضغوطات الحياة اليومية ومشاكل الكوكب المتزايدة تدفع إلى الدعاء بالسلامة لقلوب الجميع. لبرنامج اليوم على الحرة، مصطفى عاصي، بيروت.